منذ أن جاء رئيس الحكومة الجديد بفكرة النائب نفسه وحكومته عن الشأن السياسي وتركيز الجهد على المجالات الخدمية والاقتصادية، يبدو الموقف في العاصمة المؤقتة عدن غامضاً وغير قابل للفهم. أهلا بكم إلى فضاء حر. قبل أيام كانت عدن على موعد مع تطورات لافتة في أكثر من اتجاه. زيارة هي الأولى من نوعها لممثلة الاتحاد الأوروبي برفقة عدد من سفراء الدول الأوروبية، بالإضافة إلى زيارة نائب وزير الداخلية التركي. تحركات تطرح أكثر من تساؤل: هل نجحت فكرة الحكومة في التركيز على الشأن الاقتصادي وعملية إعادة الحياة للمناطق المحررة؟ أو بصيغة أخرى، هل سمح أخيراً من يتحكم بعاصمة السلطة الشرعية بأن تستعيد المدينة عافيتها ودورها؟ ستبقى هذه التساؤلات بلا إجابات أكيدة، خصوصاً وأن هذا الحاكم نفسه ويعنى به الإمارات كان في ذات الوقت يرعى حفل تخرج قوات أمنية خارج إطار وزارة الداخلية، ما يعني أن مشروعه لم يتوقف بتوقف اهتمام الحكومة أو إدلاء رئيسها بتعليقات ذات صلة بالشأن السياسي أو الأمني. تبدو عدن نموذجاً بالغ الدلالة عن وضع السلطة الشرعية، فكل هذا الوجود والحضور يبدو على الأرض صفراً كبيراً في نظر البعض. لمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا من اسطنبول أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان، ومن عدن الصحفي ياسر اليافعي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك. أبدأ معك سيد اليافعي، زيارة مسؤولين دوليين للعاصمة المؤقتة لزيارة الحكومة الشرعية لأول مرة بعد 3 أشهر من تغيير رئيسها، هل تعافت عدن؟ أهلا، مساء الخير. طبعا بكل تأكيد هو تعافي، والتعافي بدأ منذ تقريبا منتصف 2016 عندما انتشرت الأجهزة الأمنية وأغلقت العاصمة عدن، وانتشرت أيضا في المحافظات المجاورة وقضت على الجماعات الإرهابية، وتقريبا انخفضت نسبة الاغتيالات، نسبة التفجيرات التي كانت تحدث. هذا طبيعي يحدث، كانت عدن بعد 2015 أو بعد تحريرها بلا أجهزة أمنية، تم تأهيل الأجهزة الأمنية، تم دعمها بما تحتاج من آليات، من تدريب، من تأهيل، حتى وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه. يعني هذه الأمور أتت بالتدريج، نحن خرجنا من حرب وما زالت الحرب مستمرة، حتى لا نقول انتهينا منها، ولكن عدن مضت بثبات وبثقة رغم الحرب الإعلامية، رغم التقارير المزورة، رغم الهجوم الإعلامي الكبير على الأجهزة الأمنية، على من يدعم الأجهزة الأمنية، إلا أن عدن تمضي بثبات إلى المستقبل. وما زيارة الوفود الأجنبية الأخيرة وإشادة منسقة الاتحاد الأوروبي بالتحسن وبتحسن الوضع الأمني إلا دلالة كبيرة على ما يحدث في العاصمة عدن، بالإضافة إلى أن عدن اليوم باتت تستقبل آلاف النازحين من مختلف المحافظات اليمنية، وكذلك تستقبل الحكومة الشرعية، ورئيس الوزراء يمارس أداءه كامل الوفد الحكومي ايضا في عدن. كل هذا مؤشر كبير على ان عدن تمضي الى الامام وتجاوزت كل العراقيل وكل المطبات، سواء التي وضعها الحوثي او الذي وضعها الاعلام المعادي الذي كان يهدف الى التشهير والتقليل من الاجهزه الامنيه ومن يدعم. طيب، هذه الاجهزه اذا عدن تعافت. دعني انتقل بذات السؤال الى الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور، اسالك ذات السؤال، زياره مسؤولين دوليين الى العاصمه المؤقته لاول مره يزور الحكومه الشرعيه في العاصمه المؤقته منذ سنوات، منذ ان تغير رئيس الحكومة أو رئاسة الحكومة تغيرت قبل 3 أشهر، هل تعافت عدن من وجهة نظرك؟ لا أعتقد أن عدن تعافت. زيارة الوفود الآن محاولة لبقاء في غرفة الإنعاش والحفاظ عليها قبل رفع الكمامة الأكسجين النهائية عليها. نحن نعلم أن عدن ليست عاصمة مؤقتة، عدن وتم وعد أن تكون عاصمة مؤقتة من قبل دول التحالف ومن قبل الإمارات العربية المتحدة. عدن لم تعد للسلطة الشرعية، لا جغرافية ولا مؤسسات. عدن المخطط الإماراتي كان منذ البداية أن يتم وعد عدن كعاصمة مؤقتة، وبالتالي تم إنشاء ميليشيات ذات الإمارات العربية المتحدة وليس تابعة للجيش الوطني. تم التحكم بميناء عدن ومطار عدن. تم ايضا طرد بناء المناطق الشماليه، تم منع الرئيس من العوده الى عدن ومضايقه رئيس الحكومه السابق وايضا الوزراء.
الوزير رئيس الوزراء الحالي اعلم منذ البدايه انه مجرد سكرتير الاتحاد، بالتالي ليس له اي صناعه قرار في الشان السياسي، بالتالي الحديث ان عدن عاصمه مؤقته او تستقبل النازحين عدن المجتمع الدولي كان يراقبها وهي يتم تقويضها شيئا فشيء، والان التقرير الاخير للجنه العقوبات الدوليه تتحدث عن ان هنالك نزوع نحو الانفصال من قبل الميليشيا الذات المدعومه من قبل دول الاتحاد الامارات الذات، يعني تقدم لها المرتبات والحوافز، هناك مجلس انتقال اليوم، هناك اضعاف للسلطه قصدي وجبري ومنهي، بالتالي الحديث عن ان عاصمه مؤقته مجرد كلام في الهواء. اذا مجرد كلام في الهواء، وجهة تتناقض تماما مع ما تفضلت به أستاذ اليافعي، يعني أنت تتحدث عن مؤشرات عامة، لكن عندما يأتي سيد اليافعي الفاحص إلى يعني التدقيق فيما يجري في عدن، يقول أن هناك لا زال هناك سجون سرية، لا زال هناك مسجونين، لا زال هناك اغتيالات أيضا تحدث بين الحين والآخر، لا زال هناك ضعف، وفي نهاية المطاف هذا التحسن إن كان موجودا هو تحسن فقط لأن الإمارات أرادت أن يظهر وكأن المدينة تحسنت الآن. طبعا في البداية هناك مشكلة صوتية، لا أسمع كلام الدكتور، لكني سأرد على حديثك. أنا أتكلم معك من داخل عدن وهو يتكلم من اسطنبول، وأعتقد أن من هو على الأرض أكثر وعي وإدراك لما يحدث. نحن عشنا كل التفاصيل، عشنا مرحلة سيطرة الحوثيين، عشنا مرحلة سيطرة الجماعات المسلحة، واليوم نعيش مرحلة بداية استعادة مؤسسات الدولة. نتحدث عن مؤسسات دولة يتم استعادتها لعدن بعد أن تم تدميرها لسنوات طويلة. أعتقد أنه اليوم نتحدث نحن على واقع، نتحدث من الواقع، العالم كله يتحدث اليوم عن عدن، وفود تأتي إلى عدن، رئيس الوزراء موجود في عدن، فعاليات تقام في عدن، طبعا الاختراقات طبيعي جدا تحدث، الاجهزه الامنيه حديثه النشاه تتعرض لحرب اعلاميه، تتعرض ايضا لمكايدات سياسيه من بعض الاطراف، سواء كان ذلك الاطراف الاقليميه او الاطراف المحليه السياسيه، هذا طبيعي ان تحدث هذه الاختراقات، وهذه تحدث في تركيا، تحدث في امريكا، تحدث في فرنسا، تحدث في العالم كله، طبيعي جدا، وعاده ربما تحدث خلال الفتره المقبله في ظل يعني ان الصراع يتجدد، الصراع السياسي، في ظل كل طرف اقليمي يريد ان يحضر في المشهد في عدن لاهميه عدن، بالتالي نحن نتوقع ان تحدث بعض الاختراقات، لكن في المجمل انا اتحدث في المجمل، انا عشت في الواقع بعد الحرب 2015 كنا نتوقع عدن تعلن اماره اسلاميه كل مديريات عدن، ولكن اليوم من صاحب الفضل في ذلك؟ يعني من صاحب الفضل فيما وصلت جديدة اليه عدن الان؟ هل هو التغير في نهج الحكومه بعد تعيين معين عبد الملك برايك؟ من صاحب الفضل هي الدماء الشهداء والتضحيات الكبرى التي بذلت. أنا أحدثك عن بعض قيادات ألوية الدعم والإسناد أو الحزام الأمني أو قيادات الأمن خسروا كتائب كاملة في الحرب على الإرهاب بهدف تثبيت الأمن. أما معين عودته إلى عدن هو أتى بفضل هذه التضحيات الكبرى التي أعادت الحكومة إلى عدن، أعادت المؤسسات إلى عدن، افتتاح مشاريع جديدة. أنا أحدثك المشاريع التي يتم افتتاحها في عدن، المشاريع التجارية والنهضة المعمارية لم تحدث في عدن في ظل عهد الوحدة و25 سنة. وأي إنسان محايد لا ينظر الأمور بجانب سياسي أو بجانب تعوي أو بجانب ممول من جهة معينة يدرك التغير الكبير في عدن. اليوم عدن فاضت بالسكان من النازحين من الحديدة، من المحافظات الشمالية، من المناطق الجنوبية الأخرى، أيضا الحركة المعمارية، عودة المغتربين، كل هذا أسهم في أن عدن تستعيد عافيتها. أنت تعلم أن عدن مرت بحرب مدمرة، قضي فيها يعني تم يعني إنهاء الخدمات فيها بشكل كامل، الكهرباء، المياه، المدارس، التعليم، هناك جهود كبرى بذلت من دول التحالف وتحديدا دولة الإمارات حتى يتم إعادة الخدمات. نحن نتحدث عن كهرباء اليوم فضل أيضا المنحة ومنحة المشتقات النفطية السعودية، وفضل جهود الإمارات التي كانت طارئة خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في إنعاش قطاع الكهرباء، قطاع الخدمات، قطاع التعليم، قطاع الصحة، كل هذا أسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها. صحيح ليس بالمأمول، ولكن نعلم جميعا الظروف السياسية التي تمر بها البلد، ونعلم جميعا الصراع الدائر في المنطقة. لو يعني أنت في البداية قلت أن الفضل طبعا يعود إلى دماء الشهداء، وهذا الأمر يتفق يعني فيه كثيرون، يعني هذا الأمر ليس محمل نقاش، لكن بعد ذلك قلت أن الفضل يعود إلى المنحة السعودية وأيضا إلى الإمارات في تحقيق الأمن، لكن كل ذلك يجري دون أي دور للحكومة الشرعية، دون أي دور للتغير الذي حصل في رأس الحكومة.
يا أخي الحكومة الشرعية مرحب بها منذ البداية، منذ أن عاد خالد بحاح إلى فندق القصر في نهاية 2000 أو في أغسطس 2018. دولة الإمارات عملت كخلية نحل لكن لم يكن لاستقبال مرحب الحكومة بشكل بكل كبير وزراء بيه بن بغض داغر النظر هذا إصلاحي. سيد اليافعي. لحظة اسمعني، كان بشكل عام مرحب بكل الحكومة بكل وزرائها سواء كانوا صلاحيين أو غير صلاحيين. بعد الإقصاء الكبير الذي تم أو بعد خيانة الشرعية من قبل رئاسة الشرعية نفسها بقالة خالد بحاح الذي وافق على حكومته مجلس النواب والإتيان بن دغر وعلي محسن الأحمر، هذا أحدث ارتباك كبير لمن حرر هذه المحافظات. بالأخير التحالف هو قال يساعد أبناء المحافظات الجنوبية في تحرير محافظاتهم وكذلك أبناء المحافظات الشمالية لتحرير محافظاتهم، فمن غير المعقول أن يحدث خلل وشرخ كبير من بين قوات التحالف العربي وبين هؤلاء من صنع الانتصارات. هذا أوجد الخلاف مع أنه كان الجميع متفق نمضي في قتال الحوثيين حتى النهاية ثم نجلس على طاولة حوار كبيرة لنبحث مشكلة اليمن ومستقبل الجنوب. هذا لم يحدث لأن هناك طرف أخل بهذا المبدأ وحدثت المشاكل وحدث ما حدث. لكن اليوم بفضل حكمة يعني التحالف العربي وتدخله السريع وكذلك صبر المجلس الانتقالي والتزامه بالهدنة وباتفاقات وتفاهماته مع دول التحالف العربي وكذلك الشرعية والدكتور معين الذي نأى بنفسه عن الجانب السياسي واهتم كثيرا بجانب الخدمات، لذلك لم يجد أي معارضة أو حرب إعلامية من قبل أي أحد في الجنوب. نحن نرحب بأي دور أو أي شخص يهتم ملف الخدمات وهنا على الجانب السياسي. نقول ونكرر طيب الجانب يعني السياسي اخذ منك هذه النقطه، سياسه النائب النفس اعطت النجاح لمعين عبد الملك، كيف تنظر الى هذه السياسه دكتور عبد الباقي ان صح التعبير، في ان معين عبد الملك في اول مؤتمر صحفي قال انا ليس لي دخل في الملف السياسي ولا الامني، وهذا كما يقول الاستاذ اليافعي نجح الان. أرجو أن تعطيني وقت للتساوي. تفضل. أولا بالنسبة للحديث عن في الخارج والذي في الداخل هو متموضع مع جماعة من الجماعات، وبالتالي ليس معنى الذي بالخارج نحن لسنا أجانب، نحن يمنيين، وأهم الباحثين الأمريكيين يدركون الشأن اليمني أكثر من أبناء اليمن نفسهم، ما بالك بيمني متخصص في الحقل من هذه المغالطات. ثم دعني أقول للضيف أن هذا الحديث الدمغوائي، الحديث هذا الذي يأتي كان خطابه قبل فترة عندما الإمارات أعطت توجيهات بأن يكون الخطاب مرتفع ويتحدث عن انفصال، والآن هناك نوع من الهدنة الوهمية ويغير خطابه. دعنا نكون واضحين، هذا الحديث الذي يتحدث الآن إن نأى بنفسه هذا هو الخطر، يعني بعبارة أخرى أن هذه ليست سلطة شرعية، هذه مجموعة مهمتها في مرحلة لاحقة نقل السلطة إلى فاعلين غير الدولة، المجلس الانتقالي في الجنوب والحوثيين في الشمال. هذا التوجه والحديث أن تحرير عدن تم بالاتفاق بين الإمارات والحرس الجمهوري وقطاعات الجيش عن طريق التنسيق مع رجل الرئيس السابق صالح، إيجاد لو سمحت إيجاد الفراغات الأمنية ووهم كان كلما تقدم قوات الجيش اليمني باتجاه تعز والمناطق الشمالية يتم إجراء تصفيات واغتيالات، وهذا يعني أن إيجاد فراغات أمنية لإيجاد وهم أن هناك تنظيمات متطرفة، تم تصفية الجماعات الإسلامية المعتدلة، كما أيضا إضعاف الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، تم وضع رجال المقاومة من أبناء الجنوب في السجون. كل هذه العمليات وتم تأسيس المجلس الانتقالي. الإمارات العربية المتحدة الآن وباعتراف المجتمع الدولي هي تسعى إلى تقسيم اليمن، وهي الآن دولة احتلال بالنسبة لنا نحن اليمنيين لأبناء الجمهورية اليمنية بغض النظر عن مطالب أبناء المناطق الجنوبية. هناك دولة احتلال وهناك 4 سنوات المجتمع الدولي تنازل وتغاضى للإمارات بحيث أنها أوجدت واقع جديد. هذا الآن يرحب بنا تحت حماية النخب الحضرمية والشبوانية، تحت حماية الحزام الأمني، تحت في مزاج شعبي طارد لأبناء المناطق الشمالية وأبناء كل المناطق اليمنية. ما الذي قدمت لنا الإمارات غير أنها استولت الآن تحاول تجنيس أبناء سقطرى؟ يعني ما الذي قدمته دول التحالف العربي في عدن غير أننا أوجدت هوية يمنية ثنائية شمال وجنوب، تم الاستيلاء على المواقع الاستراتيجية اليمنية، وبالتالي أوجدت منظومة إعلامية داعمة للمجلس الانتقالي، وبالتالي هم الآن إذا كان هناك سلطة شرعية فينبغي أن يكون رئيس الوزراء
يمارس مهامه كرئيس وزراء يدير الشان السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره، ورئيس الجمهوريه موجود في المعاشير، لكن الحديث عن مجلس الانتقالي وعن نأى بنفسه هذه مغالطات موقعه تقررها عن طريق اصواتها الاعلاميه. اذا لماذا لا يعود سيد اليافعي الرئيس هادي الى عدن ما دامت امنه وتزدهر ولا مشاكل فيها؟ أخي الكريم، هناك طبعا مغالطات كبيرة في حديث ضيفك عندما يقول أن عدن حررت باتفاق، الشهداء ما زالوا إلى اليوم يتساقطون وبرتب عليا، آخرها الشهيد اللواء الركن طماح باستهداف الطائرة بدون طيار. هذه التضحيات هي من حررت المحافظات الجنوبية، وهي من أوصلت الجنوبيين إلى مشارف محافظة أو مدينة الحديدة بدعم التحالف العربي وتحديدا تحت إشراف دولة الإمارات، وهي الجبهات الوحيدة التي حققت نجاح كبير. الحرب لم تكن فقط عسكرية، كان هناك حرب أيضا على الجماعات الإرهابية، وكان أيضا هناك عملية تطبيع الحياة، لذلك عادت الحياة إلى طبيعتها في معظم المحافظات اليمنية، وهناك دعم متواصل للقوات الأمنية. أنا أستغرب لما يتحدث عن الاغتيالات وهي حدثت بنسبة كبيرة بعد 2015 وفي ظل غياب الدولة وأجهزة الأمن، لم يتحدث عن الاغتيالات التي كانت ما قبل 2015 في محافظة لحج وحدها، مدينة الحوطة سجل في 2014 128 حالة اغتيال في شهر لا واحد. لا تعد بي إلى ما قبل التحرير الآن، كوادر لا تعد بي إلى ما قبل التحرير. نحن نتحدث أنا أذكر لك فقط أذكر لك عن فترة أخي الكريم باتت عمليات فيها اغتيالات عدن العاصمة المؤقتة. سيد اليافعي، وسألتك أنا إذا كانت آمنة أنا وتزدهر أذكر لك بهذا عمليات الشكل، الاغتيالات لماذا لا يعود ببساطة إليها رئيس الجمهورية ليمارس أعماله منها؟ هذا الامر متعلق بالرئيس هادي نفسه. الرئيس هادي عاد عقب الحرب وذهب الى قاعده العند واشرف على المعارك بنفسه وعاد اكثر من مره. الامر يتعلق بالرئيس هادي، بصحه الرئيس هادي. اليوم قوات التحالف موجودين، السعوديين موجودين، الاماراتيين موجودين، البحرينيين موجودين، رئيس الوزراء موجود، الاجانب موجودين، مكتب المبعوث الدولي لديه مكتب في عدن، كل الامور طبيعيه. وعاد الرئيس هادي يعود، مرحب بالرئيس هادي. بالاخير هو لكنه لم يعد ينكر شرعيته احد، وهو يعني رئيس انت تقول انه مرحب بجنوبه. ان تقول ان الرئيس هادي مرحب به لكنه لم يعد. هناك مخاوف، كثيرون يقولون أن لديه مخاوف من العودة، الوضع الأمني ليس مستقرا إلى الحد الذي يعود معه رئيس الجمهورية لممارسة أعماله من العاصمة المؤقتة عدن. هذا غير صحيح. الرئيس هادي عاد في نهاية 2015 وعدن ما زالت مسيطرة عليها من قبل الجماعات المسلحة بشكل كامل حتى غرب معاشيق. اليوم في تحسن الأمن في عدن أكثر من 90%، عما لما عاد الرئيس هادي من قبل أو في نهاية 2015 و2016. أعتقد أن الأمر الأمني ليس علاقة بالموضوع، هذه حسابات خاصة بالرئيس هادي ومكتبه وطاقم عمله، ليس لنا علاقة بها. نحن نتحدث هنا عن واقع اليوم في المحافظات الجنوبية المحررة، هي تمشي بثبات نحو المستقبل رغم كل العراقيل التي وضعت، ورغم كل التهديدات، ورغم الإشاعات من احتلال جزيرة سقطرى، من يعني أمور كثيرة وعديدة قلتها فيها في قناة بلقيس في هذا البرنامج. يعني أنت تقول على الحكومة الشرعية، يعني أنت قلت عن الحكومة أنها حكومة شرعية، والحكومة هي من رفعت رسالة إلى مجلس الأمن وقالت هناك إنزال عسكري غير متفق معه مع الإمارات حصل في سقطرى، هذا بتعريف أو بآخر يعني احتلال. هذا ابن دغر هو من قال هذا الكلام نتيجة ضغوط من أحزاب سياسية كلنا نعلمه. ابن دغر هو من قال في خطاب في 30 نوفمبر في قصر معاشيق أنه لولا الإمارات وتضحيات جنودها ما كنا اليوم موجودين في قصر معاشيق، وهذا الخطاب مسجل وبث على القنوات الفضائية بما فيها قناة بلقيس. هو كان يناقض نفسه، وبالتالي أحال الرئيس هادي إلى التحقيق. شوف ابن دغر في الحقيقة هو فساده من أوداء إلى التحقيق. أنفق ملايين، كان ينفق 100 مليون شهريا على الاعلام المطبل له، بالاخير ولا وقف معه واحد ممن كان يدفع لهم. نصحنا، وجهنا، حاولنا في الاعلام الجنوبي ان نقوم الرجل، ان نرشده للطريق الصحيح لعله عسى، ولكنه ابى الا ان يتبع بعض الشخصيات وبعض الاحزاب السياسيه التي اودت به الى ان يحيلوا الرئيس هادي الى التحقيق. ولم نحيله نحن في المجلس الانتقالي، نحن في المجلس الانتقالي كنا ارحم به من الشرعيه. انتم لكن ليست التي لديكم في سلطه لاحاله الى التحقيق. اي مستقبل سيدي سياسي يافعي، ليست لديكم سلطه لاحاله للتحقيق. الرئيس هادي حاله للتحقيق وليس نحن. نحن لم نحل للتحقيق، نصحنا، وجهنا في نداءات، في مناشدات، طيب في اكثر من مره، دعني ولكن لم اظل يسمع في وظل نقطه مستمر في فساد نقطه لماذا لا يعود الرئيس هادي في الى عدن. انقلها الى الدكتور عبد الباقي شمسان. يعني دكتور، يطرح السيد اليافعي على انه ليست هناك من مشكله لكن حسابات معينه تمنع هادي ربما من العوده الى هناك، لكن الوضع الامني في العاصمه المؤقته مستتب ويرحب الناس في عدن بعوده هادي اليها.
طيب دعني لو سمحت لو اعطيني وقت يعني بالنسبه للضيف يتحدث. انا لا اقلل من اهميه المقاومه الجنوبيه، انا اقول ان هنالك اتفاق تم وهناك اكثر من وثيقه تشير الى ذلك بانسحاب قطاعات كبيره، وبالتالي تم يعني الحديث عن هذا الموضوع عن ان ابناء المناطق الشماليه غير قادرين على ازاحه الحوثيين. بالنسبه لطماح، طماح تمت تصفيته اضافه الى كثير من العسكريه الوطنيه بتواطؤ وبتدبير من الامارات العربيه المتحده، وبالتالي تصفيه كثير من محافظ عدن، تم تصفيه القاده العسكريه الوطنيه، الامارات تلعب دور في التصفيات كما صفت السلفيه المعتدله كما دعمت السلفيه المدخليه. بالنسبه لعوده رئيس الجمهوريه هناك تصريحات واضحه ولدي معلومات انه تم تهديد رئيس الجمهوريه في الامارات بانه اذا عادت طائرته سيتم قصفها. إذا كانت اليمنية المدنية لا يمكن لها أن تربط في مطار عدن إلا بإذن من الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة للضيف الذي يتحدث ويقول أن سوق قطرة وأن الإمارات دول التحالف، تقرير الأمم المتحدة لجنة العقوبات يقول أن هنالك تضارب مصالح بين دول التحالف وأن الإمارات دورا اتصاليا واضحا، وإن هذا دعم قوات ميليشية على مقابل رئيس الجيش الوطني، وأن المجلس الوطني أو الانتقالي في عدن والميليشيات التابعة له تحركت نحو المعاشير، الإمارات منعت الوزراء من التحرك، سوق قطرة موضوعها في الأمم المتحدة، لمن هذه المغالطات والحديث عن هو يقول أن هذا الإعلام المضاد من يقول ذلك دكتور؟ السيد اليافعي يقول أن هذا الإعلام المضاد هو من يحرك هذه الأشياء. لو سمحت لا ليس إعلام مضاد، نحن أمام تقارير دولية، أمام يعني الصحف الدولية قائمة، منظمات الدولة تتحدث عن سجون وعن تعذيب وعن اختفاء، لدينا ضحايا في السجون الإماراتية، هذا يسمى في علم الاجتماع السياسي احتكار العنف الشرعي والمؤسسات الأمنية والقضائية، لدينا سجون خارج السلطة الشرعية، رئيس الحكومة لا يستطيع أن يمرر أمر في عدن، والضيف من عدن قال نحن هل هو يعني صحفي الآن أم يمثل المجلس الانتقالي الجنوبي؟ لا ندري، عليه أن يقول نحن أو يحلل الواقع الجنوبي. أقول أن الحديث هذا الوهمي الذي يعطي أن عدن أصبحت، لا عدن عادت إلى السلطة الشرعية ولا ميناء المقاء عاد إلى السلطة الشرعية طالما الإمارات هي التي تدير هذه العمليات، ولا ستعود الحديدة في حال ما كانت عادت قبيل اتفاق ستوكهولم السويد عفوا. بالتالي الرئيس الجمهورية لا يستطيع العودة، عملية طماح التي أنا أقولها وأتحمل المسؤولية التي تمت بتواطؤ من الإمارات العربية المتحدة هدفها عدم عودة الرئيس، وكذلك عدم عقد اجتماع مجلس النواب في عدن، بعبارة أخرى أنه في حال عودة الرئيس أو اجتماع مجلس النواب لإيجاد سلطة شرعية في الجنوب سيتحدثون عن طائرة من غير طيار قصفت أعضاء مجلس النواب. هذه عمليات معروفة، كما هي الفراغات الأمنية، كما هي الإمارات تدعم أبو العباس، كما دعمت المذهب المدخلي، كما أضعفت الأحزاب. دعنا من هذا الخطاب، عدن الآن تؤثر عن طريق الإمارات لفك ارتباط في لحظة جبرية، والمجتمع الدولي الآن تحرك فقط حتى لا يحدث فراغ دستوري تدخل وحاول أن يبث قليل من الشرعية في روح الحكومة من خلال هذه الزيارة الأخيرة، لأن كانت المجلس الانتقالي كان جاهز لاستلام المؤسسات قبل فترة، وكان قد أعد جماعات عندما تقدموا نحو المعاشير كل مجموعة تستلم مؤسسة من المؤسسات، وبالتالي عملية كما هي العملية. إذا أقول حاجة أخرى بالنسبة لأزمة الكهرباء والمياه والخدمات وتأخير المرتبات، عملية مقصودة من الإمارات العربية المتحدة هدفها إيجاد أزمة خدمات بما يخلق مزاج شعبي ضد السلطة الشرعية. كل هذه العمليات معروفة حتى وفقا لنظرية العلوم السياسية وعلم الاجتماع، هذه مغالطات الإمارات تلعب دورا مخالفا لما جاءت من أجله، وأحمل السلطة الشرعية التي أوصلت حالها إلى هذا الحال وأوجدت قوات غير قواتها
والآن أصبحت مجموعة شخصيات في عدن طيب، إذا محاصرة تقول أن الإمارات تلعب دورا مضادا للسلطة الشرعية، أنقل هذا الكلام لك سيد اليافعي، هل تفعل ذلك؟ طبعا لو تحدثنا بشكل اساسي، طبعا لا الاستحاله ارد على كم المغالطات التي قالها الدكتور. قلت لك هو في الخارج ولا يعلم حقيقه طيب ما اجب يدور عن في سؤالي، الداخل، هل الكلام تقوم عباره عن الامارات مغالطات. لا بدور ليس مضاد للسلطه الشرعيه في العاصمه المؤقته عدن اذا؟ يا اخي لولا الامارات ما كان معين عبد الملك اليوم في معاشيغ. الامارات هي من حررت جزء كبير بدعم المقاومه الجنوبيه او تحرير المحافظات الجنوبيه بشكل كامل وصولا للحديده، هي من اهلت قصر معاشيق والمساكن التي يسكنها اليوم رئيس الوزراء وكامل حكومته. بالتالي كيف تغوض الشرعيه وهي من اعادت الشرعيه ما وهي الذي من اعطتها يمنعها اذا مساحه كبرى؟ لماذا لم من يصرح تأمين رئيس اقامه جلسه للبرلمان في العاصمه المؤقته عدن؟ الموضوع؟ ليه موضوع البرلمان ليس له علاقة بالإمارات، موضوع البرلمان حتى في الرياض لم يتوافقوا. نعلم جميعا الصراع الذي حدث هناك داخل البرلمان وهو صراع هناك شمالي أكثر من وجنوبي وعلى مية النصاب، رئيس البرلمان. هناك أكثر من النصاب المطلوب، اجتمعوا أخي الكريم، في الرياض. مشكلة البرلمان ليست عدن وليست الإمارات. بالأخير من يقرر حضور البرلمان في عدن أو لا هو شعب الجنوب، شعب الجنوب صاحب الصوت الأوحد في هذا الموضوع. هل يقتنع الجنوبيين بأن يعقد برلمان جلسة في عدن؟ يقنعوا الجنوبيين وعندها تعقد جلسة، تقصد لكن في الجنوبيين الأساس أم المجلس البرلمان فشل في الانتقالي التوافق أستاذ في ياسر؟ الرياض وتم تأجيل الجلسة. أستاذ ياسر، الجنوبيين، لأن الجنوبيين من ضمنهم نعم عبد نعم ربه منصور هادي والشدادي نائب رئيس البرلمان، أم تقصد المجلس الانتقالي الجنوبي؟ كل الجنوب، كل الجنوب ما فيهم الرئيس هادي والشدادي. ونعلم جميعا الصراع الذي حدث داخل البرلمان في الرياض، واعتقد ضيفك الكريم يعلمه، ونعلم جميعا ان الصراع تحول الى شمالي جنوبي والكل يدرك ذلك. وبالتالي فشل عقد الجلسه في الرياض وتم تاجيلها حصل لانه لم اجتماع يتم التوافق على من سيكون حصل رئيس اجتماع، لا يجوز البرلمان. للبرلمان ان يجتمع في مكان خارج الاراضي حصل الجمهوريه اجتماع ولم اليمنيه، تكن جلسه، حصل اجتماع لم يتم حصل فيها لقاء التوافق يا لكن. اخي. حصل اجتماع لم يتم فيها التوافق. كانت الكتل الشمالية وأعضاء البرلمان الشماليين يريدون السلطان البركاني، بينما الجنوبيين أغروا على الشدادي، وهنا حصل الخلاف وحصل الصياح وربما حصل عراك داخل في الاجتماع أو في الجلسات المغلقة بينهم. ليس هذا حديثنا، أنا أتحدث هنا عن دور الإمارات. لولا دعم الإمارات والمقاومة أو المقاومة الجنوبية ماذا كان تحقق للشرعية في الأساس؟ كان الحوثيين اليوم سيطروا على كل اليمن وكان لا وجود للشرعية في الأساس. لو عدنا إلى 2015، من أنزل قواته على الأرض؟ من دعم المقاومة الجنوبية بالمدرعات؟ من سلح؟ من درب؟ من أهل؟ من أعطى مساحة للشرعية تتحرك؟ من أعطى مساحة للشرعية اليوم تفاوض ملف مهم قوي جدا وهو ملف الانتصارات التي تحققت على الأرض وصول إلى ميناء الحديدة، وكذلك ملف مكافحة الإرهاب؟ هل ضيفك هل هو ضيفك الهارب اليوم في تركيا أو في اسطنبول أو غيرهم من الهاربين في كل مكان؟ لا أعتقد ذلك. هناك دماء سالت على الأرض، دماء خليجية، دماء من دول التحالف، دماء جنوبيين، دماء من أيضا من أبناء المحافظات الشمالية، هي من صنعة هذه الانتصارات وليس منهم في الخارج. واليوم يعني يتحدثون كمحللين سياسيين وهم مدفوعين الاجر، وحتى كلامهم لا يريدون الامن في عدن، هم فقط يهاجمون عدن 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 ولا يريدون ان تستقر. لا يمكن ان يريدون عدن ان تستقر. يعني استاذ ياسر ارجو لا نغرق في الاتهامات الشخصيه الان، حفاظا على سير النقاش في اطار معين، لان كل تهمه يمكن الرد عليها بتهمه مقابله، حتى لا ندخل في جدال يخرجنا عن السياق. انا اسالك، لماذا إذا كانت الإمارات يعني أمنت وهي تدافع عن الحكومة الشرعية وعن الشرعية، لماذا لم يحدث إلى الآن بشكل واضح جلسة للبرلمان في عدن؟ لماذا إلى الآن لم يمكن يعني الكثير، لماذا لم يعد الرئيس هادي أيضا إلى عدن كما تحدثنا، على الرغم من ضرورة ذلك بالنسبة له وبالنسبة لصورة الحكومة الشرعية في الخارج؟ أخي الكريم، الرئيس هادي ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية كلهم يشيدون بأدوار الإمارات ولم ينتقد أحد منهم. ليظهروا ببيان رسمي للشعب ويقولوا لهم حقيقة هذا الكلام الذي تقولونه في دوائركم الخاصة في تركيا. الرئيس هادي أعتقد أنه شخص شجاع ولا يمكن أن يرضى بذلك، وهو يشكر الإمارات في كل خطاب وفي كل لغة مع أي مسؤول، وكذلك رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء الميسري وهو أحد أذرع الرئيس هادي ويعتبر من أقوى الشخصيات في عدن. يوم قبل يومين في مؤتمر صحفي يمتنع دور الإمارات ودعمها للجهاز الأمنية. هل نصدق قناة بلقيس ونكذب هؤلاء
الرئيس نفسه رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أنا لم أعد أفهم، هل لديكم استراتيجية فقط إعلامية لإظهار عدم بالغير آمنة وغير مستقرة لكاية بدولة الإمارات؟ يا أخي فكروا بالمواطن اليمني في عدن، فكروا بالنازحين الذين تحتضنهم عدن، وابعدوا الأجندة السياسية هذه التي تريد أن تضرب المجتمع اليمني ببعضه لتحقيق أهداف سياسية ليس المواطن اليمني علاقة بها. طيب بداية نوضح أن قناة بلقيس تنقل الأخبار وتنقل الآراء أيضا، قناة بلقيس هي صوت لليمنيين. أنقل ما قلته إلى ضيف الآخر دكتور عبد الباقي ليرد على ما يخصه فيه وعلى نقطة هل فعلا الإمارات يعني تريد كل هذا الخير لليمنيين. تفضل دكتور. أولا دعني أقول هذا الحديث عن الهاربين للخارج على الأقل لست عميلا لدولة عربية. اثنين، نحن لسنا هاربين، نحن تعرضنا لمحاولات اغتيال وتعرضنا لمضايقات وتم فصلنا من الجامعات وحياتنا كانت في خطر وأسرنا، وبالتالي غادرنا تحت ظروف قهرية. بالتالي المغالطات هذه الهاربين في الإمارات وخلية الإمارات، نحن لسنا عملاء لأي دولة. نحن طيب هذه وضحت النقطة، دعنا ننتقل إلى النقطة الأهم أيضا. لو سمح بالنسبة للضيف الذي يخلط يقول أنه مجلس النواب يجتمع بموافقة الشعب الجنوبي، هل هو يتحدث مجلس النواب ممثل الشعب اليمني؟ والشعب اليمني هذا ما هوش الشعب الجنوبي، وبالتالي يعني هو يعترف بالسلطة الشرعية برئيس الوزراء كشخص في المعاشير، ولكن لما يجتمع مجلس النواب الممثل الشعب اليمني نعمل له استفتاء عشان يجتمعوا في عدن، هذه مغالطات. ثم الذي يحدد أيضا اجتماع السلطة الشرعية الذي هي يعترف بها في إطار هذه المغالطات الإماراتية من خلال هذه الأصوات التابعة للإمارات والأصوات الانفصالية، بالتالي هو يخلط بين السلطة الشرعية يعني مجرد جسر عبور وشخصيات فاقدة للقدرة على التحرك، يطلب من الشعب الجنوبي يعني هنا يتحدث عن ليس شعب يمني، يعني عبارة أنه لا يوجد سلطة شرعية والإمارات الآن أوجدت الشعب الجنوبي. اثنين، الإمارات لم ترد يوما الخير للشعب اليمني، الإمارات ستتحمل المسؤولية التاريخية في تقسيم اليمن وفي إيجاد جماعات متطرفة في اليمن، جماعات غيرت الخارطة المذهبية في اليمن، هي التي عززت وجود الحوثيين في المناطق الشمالية، هي التي أضعفت السلطة الشرعية وتحاول الآن الاستيلاء على ميناء عدن وعلى الممرات الدولية في سوق قطرة. الإمارات دورها واضح في ليبيا من خلال كتائب التوحيد، دورها واضح في الصومال، دورها واضح في المناطق الجنوبية، من هذا الذي الآن يحاول أن يغالط بدور الإمارات. الإمارات وجهها انكشف وواضح، هي الآن لعبت دور في الثورات المضادة في مصر وتلعب دور في تونس ودعمت انقلاب تركيا. هذه الدولة لا تحمل الخير، هي لديها طموح يتجاوز، هي دولة ليبرالية. لكن دكتور في المقابل يعني ليس من المنطقة أيضا أن تحمل الإمارات فيما يعنى بالملف اليمني، هي من تدعم الحكومة الشرعية. لو سمحت بس اتفضل، يعني لو كانت كذلك لطلبت الحكومة الشرعية منها أن تخرج من التحالف. الحكومة الشرعية غير قادرة، تم إضعافها تدريجيا وإبقائها في الرياض وتهديد رئيس الجمهورية بقصف طائرته ومعلومات دقيقة، تم الدخول إلى المعاشير. أي دول تحالف هذه التي تأتي لدعم الشرعية وهي تقوضها. اطلع على التقرير الأخير لجنة العقوبات، اطلع على التقارير الأخرى، سجنت أبناء الجنوب، استولت على، دعمت الكيانات المنافسة للدولة من مجلس انتقالي جنوبي، أوجبت له مجلس وطني، أوجبت جماعات عسكرية، كل هذه المغالطات. السلطة الشرعية الآن أضعف، وحتى المرتبات تحكمت بها، أوجدت جيش منافس للدولة، بالتالي السلطة الشرعية الآن أيضا في عنصر آخر، الآن هناك صناعة جماعات متطرفة، في حال طلب السلطة الشرعية من الإمارات الانسحاب سندخل في إيجاد فراغات أمنية وجماعات متطرفة، وهناك اتفاقيات بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الجماعات المتطرفة. يعني أننا هذه الدولة طعنت الشعب اليمني في ظهره وغدرت به، وهذه الخطابات. طيب وضحت نقطتك دكتور، دعني أنتقل إلى السيد اليافعي بنقطة يعني في هذا السياق. دكتور وضحت النقطة في هذا السياق، يعني خلال الفترة الأخيرة سيد اليافعي هناك
من يلاحظ تراجع دور المجلس الانتقالي لأنهم يعني والجماعات المسلحة التابعة له أيضا، لأن الإمارات طلبت ذلك. يعني هناك كما يقولون، عندما أرادت الإمارات أن تحدث تهدئة مع الحكومة الشرعية توقف المجلس الانتقالي وتوقفت الأجهزة التابعة له على مهاجمة الحكومة الشرعية وعلى التسبب بقلائل لها. كيف ترى؟ طبعا بالبداية أنا أعلن كل تضامني مع الدكتور عبد الباري بسبب طرده من صنعاء، لكن يجب أن يعلم من طرده من صنعاء الحوثي وليس الإمارات. الإمارات جاءت في محاولة أن يعود إلى صنعاء معززا مكرما، لأنه كرر الإمارات، أعتقد كل حديث الإمارات وهذا ما يدل على أنه موجه. فيما يخص المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة التابعة أو المقاومة أو القوات التي تم إعادة تأهيلها وتدريبها، نعلم جميعا أن التحالف العربي تدخل في 2015 مع المقاومة الجنوبية ودعم المقاومة الجنوبية، وهي ترفع علم الجنوب والدبابات موجودة والمدرعات في ذلك الوقت، والمقاتلين كل شعاراتهم كانت بنروح بالدم نفديك يا جنوب في مواجهة الحوثيين. التحالف تعامل مع هذا الواقع، دربوا أهل هذه المقاومة. حتى دعني أعطيك هذه المعلومة، قبل أثناء حادثة العند أو تدشين العام التدريبي في العند، كان الجنود وهم جنود يتبعون الشرعية وليس الإمارات، وليس لها علاقة الإمارات نهائيا في هؤلاء الجنود، بنروح بالدم نفديك يا جنوب أثناء تدشين العام التدريبي. دعني ايضا اعطيك مثال اخر، معسكر عبد الله الصبيحي او معسكر بدر، الجنود اثناء تدشين العام التدريبي يرددون بالروح بالدم نفديك يا جنوب، وهذا موثق. يا اخي ابناء الجنوب لديهم قضيه قبل ان تاتي الامارات الى اليمن، قبل ان يتدخل التحالف العربي، هناك الاف الشهداء، هناك مقاومه في يافع وتم طرد الحرس الجمهوري ب 2011، هناك مقاومه في ردفان وتم طرد القطاع الغربي والشرقي في 2012، هناك مواجهات في الضالع كانت قبل ان يتدخل التحالف العربي، وكان القتل والمجازر كل يوم. اليوم نحاول نعلق يعني الامارات كشماعه، بينما هذا الواقع في الجنوب يتبلور منذ 2007. يعني انت هل تقول، يعني سؤالي كان مركزا، عندما ارادت الامارات ان تحدث تهدئه بسبب تعيين معين عبد الملك كرئيس للحكومه، حصلت التهدئه في المحافظات الجنوبيه وما عاد هناك هجوم على الحكومه الشرعيه كما كان الامر قبل ذلك بسبب هذا الطلب الإماراتي من المجلس الانتقالي؟ يا أخي الكريم، أنا سأوصل إليك بالحديث، سأوصل إلى هذه النقطة. بالأخير تم تدريب قوات من أبناء الجنوب وهم كل ولاهم للجنوب، سواء كان ذلك منهم مع الشرعية أو مع الحرس الرئاسي أو مع المجلس الانتقالي، وكلهم تم تدريبهم وتأهيلهم بإشراف التحالف العربي أو بإشراف الشرعية. هل نستبدل هذا القوات ونطردهم ونقول هذا ليست بلدكم ونأتي لهم بآخرين من أجل أن يرفعوا علم اليمن؟ هذا جنان، هذا لا يمكن أن يعقل. طيب لا، قل لي لماذا إذا الآن وصلنا للنقطة سيد اليافعي، ليس لدي الكثير من الوقت، وصلنا للنقطة فيما يخص المجلس الانتقالي كانت مطالبه واضحه، كان الوضع الخدماتي في عدن على وشك الانهيار، حصل تفاهمات بين دول التحالف والمجلس الانتقالي وتم وصول المشتقات النفطيه او ما يسمى المنحه السعوديه التي عملت تغيير ايجابي وكبير جدا في عدن ودعمت الاقتصاد وكذلك استقرار العمله باتفاق وبتهدئة مع المجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي اليوم يشتغل سياسيا، يشتغل عسكريا على الأرض، يأهل أفراد، يأهل قوات مسلحة، يأهل قوات عسكرية، يناور سياسيا، باتت له علاقات سياسية وعلاقة دبلوماسية. هذا الأمر يعني هناك قوات عسكرية تتبع المجلس الانتقالي نعم، هم أساسهم هم المقاومة الجنوبية الذي تأسست منذ عام 1970 وما يسمى حركة حتف ضد نظام علي عبد الله صالح، هم النواة الأولى لها، وهم من طرد الحوثي، وهم من حقق انتصارات، هم من يحارب الإرهاب. هل نطرد هؤلاء الناس ونأتي بغيرهم ليحاربوا الإرهاب بينما الإرهاب فشل نظام علي عبد الله صالح في محاربته في الجنوب؟ لحق لم يكن يستطيع أن يدخلها أي حد، وبفضل اليوم قوات الأمن وقوات الحزام الأمني في لحق تم تأمينها أبين. المكلا، لا تنسى أن المكلا كانت عاصمة أو كانت تحت سيطرة تنظيم القاعدة قبل الحرب وبعد الحرب، واليوم باتت امن ومحرر والدعم الامني يصل لها كل يوم. هل ننكر هذا الواقع يا اخي؟ اذا كنا نريد، لكن ذلك لم يمنع حدوث حادثه عدن الاخيره، عدن العناد الاخيره بدون تزييف. نعم، طيب دعني انتقل الى الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور، يعني قبل ايام كانت القياده الاماراتيه في عدن تشارك في حفل تخرج قوات امنيه خارج اطار هياكل وزاره الداخليه اليمنيه، عفوا، هي التي دربتها ويبدو انها ستمولها ايضا. كيف ستتعامل الحكومة في إطار استراتيجية النأي عن النفس مع مثل هكذا قضايا؟
أرجو التوازن في الوقت للمرة الثانية. معك أكرر، كل الوقت أولا أنا دكتور. أشفق على الضيف في عدن عندما يقول، لو سمحت، أشفق على الضيف في عدن عندما يقول أني في تركيا. أنا أكاديمي في تركيا، أقوم بدوري الوطني في إيصال القضية اليمنية، وإن بقيت في صنعاء أو لما استطعت أن أقوم بهذا الدور. ولو كانت عدن آمنة لعدت إليها. وبالنسبة للإمارات، لا يشرفني أن تعيدني معزز مكرما. عدن معروف جدا أنها دخلت الجنوب باستراتيجية واضحة، وفي علم الاجتماع والعلوم السياسية يقول عندما يتم هناك انقلاب في حاجة اسمها عملية إحلال السلطة الشرعية في الجغرافيا والمؤسسات. التي قامت به الإمارات هو بقاء السلطة الشرعية في الرياض وتهديدها وإيجاد كيانات ومؤسسات تابعة وموالية لها، وهذا يعني أنها عزت قوة الحوثيين وأضعفت السلطة الشرعية وأوجدت جماعات. ليس لا تغالط تقول هناك كان هناك جماعات جنوبية وجماعات عسكرية، وخلقت مزاج شعبي طارد لكل أبناء الشمال وللسلطة الشرعية، وهي التي أعطت الأوامر بإخراج أبناء الشمال نحو المناطق الشمالية، وهي التي أوجدت مزاج شعبي طارد لكل ما هو شرعي ووحدوي وإلى ووطني. بالتالي الآن تدرب الجيش على مسمع ومرأة. هل من يغالط هذا الضيف؟ التلفزيون يبث الصور بأعلام تتناقض مع أعلام الجمهورية اليمنية، حتى لو كان أبناء الجنوب لديهم مطالب شرعية. في هذا التوقيت لا يمكن لك الحديث عن الشعب الجنوبي والشعب اليمني والإمارات. الإمارات العربية دولة احتلال، هذا بشكل واضح حتى باعتراف الأمم المتحدة. الإمارات العربية المتحدة قتلت أبناء تعز وحاصرتهم وأوقفت القوات العربية عند حدود 90. الإمارات فصلت ميناء المخا عن مدينة تعز. الإمارات زرعت أبو العباس داخل مدينة تعز. دكتور، موضوعنا الآن على عدن، لديها أبقينا في عدن. مشروع استراتيجي. موضوعنا عن عدن، عدن أبقينا في عدن. لم تعد عاصمة مؤقتة. عدن لا تستطيع السلطة الشرعية العودة إليها، لأن أصبحت هناك أحزمة أمنية وعمليات تصفيات. و لا يمكن لدولة أن لا تؤسس جيش وطني ومؤسسة أمنية مشتركة تتحدث عن أنها قدمت دعم للسلطة الشرعية. الذي يريد أن يقدم دعم للسلطة الشرعية وإعادة اليمن كان يجعل كل القوات الأمنية والعسكرية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، كان أجل إيجاد جماعات تنادي بفك الارتباط ولا تتحدث عن شعب الجنوب. نحن واضح، أين وسائل الإعلام والتلفزيون ومواقع إلكترونية والدعم المادي والمرتبات وتعطيل ميناء عدن وتعطيل ميناء طيب أريد دكتور وإيقاف بيع دكتور أريد دولة أن انتقل الاحتلال بكل ما تحمله الكلمة، وهذا مجرد أقوال. طيب أريد أن انتقل بسؤال أخير إليك سيد اليافعي. هل إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، يعني يبدو أن استمرار الحكومة بهذه السياسة يبدو مفيدا لجميع الأطراف، لكن هناك مطالب التغيير. إذا ما حدث هذا التغيير، هل سيسكت المجلس الانتقالي؟ هل ستسكت الإمارات؟ أي تغيير تقصد؟ في سياسة الحكومة، النائب النفس عن المسألة السياسية واتخاذ موقف. يا أخي، في الأساس وفي المجمل هي الشرعية ضعيفة، نريد أن تكون قوية وهي تريد أن تكون ضعيفة، وكلنا يعلم جميعا ما أسباب ضعفها. الشرعية انحرفت وسيطرت عليها قوى انتهازية وأحزاب سياسية تريد أن تسيطر على الوظيفة العامة، وآخرين يريدون أن يعني قوى نفوذا يشكلوا تكتلات اقتصادية ومالية. هي أضعفت نفسها، لم يضعفها أحد. الشرعية في الأساس كانت منذ بدء التلاعب بها وطعنها بالتغييرات التي حدثت والتغييرات المزاجية والتعيينات التي يقوم بها بعض المسؤولين، هذا أضعف الشرعية. مع أن نحن حذرنا، يعني كأنا كصحفي جنوبي حذرت من هذا الأمر منذ ما بعد 2015 أو تقريبا في ديسمبر 2015 من انحراف الشرعية. الشرعية في الأساس هي ضعفت نفسها نتيجة تصرفاتها ونتيجة أخطائها المستمرة. أما المجلس الانتقالي فهو يعمل بثبات سياسيا وعسكريا على الأرض وحتى ثقافيا بهدف تمكين مشروع طيب. كل الجنوبيين. وبالأخير أنقل هذا الكلام، نعم جميعا، أن القضية الجنوبية سيتم حلها. نعم، إذا المجلس الانتقالي يعمل بثبات والشرعية هي من تضعف نفسها. دكتور، في نصف دقيقة أعطني ردك عليها لأختم الحلقة. هذه يعني تلخص المغالطات التي يعني يبثها الضيف من عدن. السلطة الشرعية لعبت دور في ضعف نفسها، لكن هناك من استهدفها باستراتيجية واضحة. وقبل أسبوع كنا مع ضيف
وكان أول مؤامرة من مؤتمر الرياض، وذكرها أحد الشخصيات الجنوبية أنه تم تأسيس جيش دفاعي وليس جيش وطني، بالتالي كانت هناك مؤامرة لإيجاد النخب الحضرمية والحزام الأمني بحيث لا يكون في اليمن جيش موحد. هذه أول مؤامرة. المؤامرة الثانية معروف جدا من أعاقة حكومة بندغر، من اغتيال المحافظ جعفر، من الذي يمنع الوزراء من التحرك، من الذي يسيطر على ميناء عدن، من يسيطر على سقطرة، من يتحكم في إدارة الشام في الجنوب. إذا نحن أمام دولة احتلال، وعلى أخواننا في الجنوب أن يرتقوا إلى مستوى الوطنية. أشكرك دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول. الشكر موصول لك سيد ياسر اليافي الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة المؤقتة عدن. موصول لكم الشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.